اليوم بدنا نحضر كيك الأناناس بطريقة سهلة وطيبة وبدون خلاط. منبلش بتجهيز القالب، بندهنه بنقطة زيت ومنبطنه بورق الزبدة. كباية سكر أسمر منرشها بأرض القالب، منوزع شرحات الأناناس كمان فوق طبقة السكر. لتحضير خليط الكيك حطيت 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، ملعقة صغيرة فانيلا، ملعقة كبيرة خل. خفقتن كتير منيح مع بعض، رجعت ضفت عليهم 1.5 كباية من السكر، معنا مجال للكبايتين. خلطتن منيح لحتى يفتح لون الخليط، وبرجع بزيد عليهم 1 كباية من الزيت. برجع بضيف 0.5 كباية حليب و0.5 كباية عصير أناناس، أنا هون كنت خلطتن بكباية واحدة. للخليط الناشف بدنا 3 كبايات طحين، ملعقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. خلطتن مع بعض وبرجع بضيفن بشكل تدريجي على الخليط، وبنخلن قبل ما ضيفن. حمّي الفرن على 180، دخّل القالب على الرف الوسط، بياخد تقريبا من 45 ل 50 دقيقة حسب كل فرن. وهيدا الكيك من بعد ما دهرته من الفرن ريحته بتشهي. للي بحب الكيك يكون رطب اكتر، ممكن تسقوه بعصير الاناناس قبل ما تشيلوه من القالب. تسقوه بالعصير بترجعوا بتحطوه بالفرن تقريبا 5 دقايق، اكيد بيكون الفرن مطفي.